النساء أطول عمرا من الرجال، هذا وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة. فلا يزال متوسط عمر الإنسان في وقتنا الحالي 71 عاما في جميع بلدان العالم، في الوقت الذي يبلغ متوسط أعمار نساء العالم 73 عاما، متفوقا بذلك على متوسط أعمار الرجال البالغ 68 عاما. فالرجال حول العالم معرضون أكثر للموت نتيجة لارتفاع نسبة تعاطي الكحول والمخدرات بينهم مقارنة بالنساء، بالإضافة للحروب التي غالبا ما يكونون هم ضحيتها. كما أرجع العلماء وفقا لدراسة أمريكية حديثة الاختلاف في متوسط الأعمار للعوامل الجينية بشكل أكبر.